الشهيد يا سعادة فاطمة. استاذ ممكن اسالك سؤال بعد التكست يا ابو احمد؟ هو عشان سؤال واحد بتسمع استاذ بتسمع شو المناسبه اليوم يا استاذ؟ مناسبه ذكرى 17 سنه لاستشهاد الرئيس خالد فينا ياسر عرفات، واحنا جايين نحيي هذه الذكرى. يعني واجب وطني لزعيم فلسطيني وزعيم عالمي، يعني حمل على اكتافه قضيه الشعب الفلسطيني وفجر ثوره فلسطينيه في 65، وحتى الان هذه الثوره مشتعله. الله يرحمه يا سلام.